مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم ودايما منوريني ومشرفيني في قناتكم قناه الاهلي واستاد كوستاد الاهلي. استاد الاهلي النهارده محور الحديث فيه عن مباراه مصر والبرتغال، المباراه الكبرى التي اقيمت بالامس وانتهت بفوز البرتغال بهدفين مقابل هدف. هنتكلم عن هذه المباراه بالتفصيل وكل النقط الايجابيه وكل النقط السلبيه. لو عايزين تبعتونا على صفحتنا صفحه الاهلي على الفيسبوك، اهلا وسهلا بحضراتكم، يا ريت تشاركونا هذا الحديث. قبل ما ندخل في جو الحلقه عايز اقول ان مفيش حد معصوم من الخطأ خالص اطلاقا بتاتا، كلنا بنخطأ، لكن في فرق كبير جدا ان انا اخطأ وابرر خطأي او اطلع اقول انا اسف واعتذر على اللي حصل مني، بتكلم عليا شخصيا يعني، وفي فرق ان انا ابرر بحاجة صعبة جدا. ما ينفعش ان انا اقول حرية شخصية، ما ينفعش ان انا اغلط في مكان بصفتي مش بشخصي واقول حرية شخصية. أنا ضد المبدأ ده تماما عشان موضوع بيمس الجميع. الحرية الشخصية لما أكون بره أي حاجة خالص، أنا في الشارع، أنا في بيتي، أنا مع أصحابي، لكن طول ما أنا بلبس لبس قناة الأهلي في أي مكان وفي أي زمان وفي أي وقت، أنا أحترم المكان اللي أنا شغال فيه احتراما للقناة واحتراما للناس واحتراما للنادي الأهلي قبل أي حاجة، واحتراما طبعا لكل الناس اللي بيشوفوني وبيتابعوني. فعشان كده لازم نفرق بين الحرية الشخصية وبين الصفة. الصفة 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 ان انا امثل مكان لازم احترم هذا المكان لو حتى في اخر الزمان. نروح بقى للماتش بتاعنا.